طيب عايزين نقرب من الصوره بشكل اكبر واوضح. خلينا ناخد على الهاتف سريعا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا. ايه الجديد عندك يا كريم واخر استعدادات الفريق لمباراه الغد، مباراه الزمالك في السوبر باذن الله؟ يمكن بالفعل انتهى الاستعدادات خلاص، وانتهت التعليق الاخير بالتحديد لفريق النادي الاهلي على ملعب مصطفى الكيكي النهارده. يمكن كان في تدريبين، تدريب اول كان لمستر فايلر طبعا اللي كان فضل ان يكون العدد اللعيبه المستبعده كل يوم تدريب خاص الساعه 3 عصرا، والتدريب الرئيسي والاخير للمجموعه اللي هتكون متواجده فيها القائمه الساعه 4 عصرا. كل المتواجد النهارده بدا مستر فايلر كابتن سيد عبد الحفيظ الكلام مع هذه المباراه لضبط النفس لتحذيرات كلها طبعا بالنسبه لي المباراه كانت هامه جدا للاعبين الفتره اللي فاتت او 48 ساعه امير اللي فاتوا بالنسبه للتدريبات كانت كلها فيها جديه، واضح التركيز، واضح الحماس، اهميه المباراه يعلمها جيدا لعيبه النادي الاهلي. الانطلاقه مع بطوله بتكون يعني امر مهم جدا للاعبين وللمدير الفني، فالحمد لله يمكن الكل بيجتهد. كريم معانا؟ الخط قطع يا جماعه، الخط قطع، هنحاول نجيب كريم مره ثانيه، هنحاول. طيب نروح لجريده الاهرام، قالت ايه عن النادي الاهلي؟ يلا. فايلر يكتشف ثغره في الزمالك ورمضان صبحي كلمه السر. اكيد كل مدير فني يعني بيدرس الفريق اللي قدام، الفريق اللي هيلعبه، بيشوف الثغرات ايه ويحاول يشتغل عليها ويلعب عليها، واكيد مستر فايلر درس بشكل كامل نادي الزمالك واتفرج على كل المباريات الاخيره للفريق. رمضان صبحي كلمه السر، مش رمضان بس، يعني عندنا عناصر كتيره جدا ان شاء الله هتكون مميزه وموجوده في الماتش، ورمضان طبعا احد ابرز اللاعبين كمان في المباريات الكبيره زي مباراه الزمالك. الاهلي يختتم اليوم استعداداته للقاء السوبر، وازمه في الدفاع الاحمر، الفريق اختتم خلاص استعداداته زي ما كان كريم كده بيقول، بس يعني ما لحقش، وكان بيتكلم على ان الفريق تم تقسيمه لمجموعتين، مجموعه ابتدت التدريبات في تمام الساعه 3 عصرا، والمجموعه الاخرى اللي هي هتشارك في المباراه او المستدعاه لهذه المباراه كانت تدريباتها في تمام الساعه 4 والربع عصرا. كريم رجع لنا، يا كريم اتفضل كمل. بنعتذر طبعا على الانقطاع السريع امير، لكن هكملك طبعا بالنسبه للاستعدادات الخاصه بالفريق. النهارده يمكن مستر فايلر كان مركز بشكل كبير جدا على الضربات الثابته وعلى الركنيات، وكان تدريب امبارح بعض الجمل يمكن ممكن نشوفها جمل جديده، بعض الامور الخاصه بالركنيات بالعرضيات التمركزات مركز عليها بشكل كبير، وكنت بقول لك يمكن قبل ما الخط ينقطع طبعا كنت بقول لك ان هو مركز على مباراه الزمالك الاخيره، الراجل متابع كل المباريات وتحديدا مباراه البطوله الافريقيه الاخيره وشغال عليها، يعني من خلال متابعتنا للتدريبات في بعض الامور الخاصه بالثغرات اللي ممكن نشوفها في مباراه الغد الراجل شغال عليها، خاصه المساعدة التخطيطات العكسيه والتبديلات عكس يعني الامور كلها. المباراه الخاصه بنادي الزمالك الراجل بيحاول يجتهد فيها بشكل كبير جدا، بيحفظ جمل الكورنرات والكرات الثابته زي ما بقول لك من خلال متابعتنا في امور طبعا فنيه وتكتيكيه خاصه مش هينفع طبعا ان احنا نتكلم عنها، لكن واضح ان في حاجات جديده ممكن نشوفها في الايام القادمه وليس في مباراه الزمالك، لان الراجل واضح ان هو بيحاول يطبق فكر جديد للعيبه النادي الاهلي، بيحاول ان هو يتواصل معاهم بشكل كبير، بيقرب لكل زرار يعني في حاله في حاله حذر وفي حاله بيتابع كمان حاله حذر، لان الجمهور كمان امير في مباراه الغد عليه دور كبير، اشتغلت اجتهدت بتطبق بشكل كبير، الجهاز الفني مجلس الاداره بيوفر كل حاجه، لكن جمهورنا ان شاء الله باذن الله التزامه هيبقى دافع كبير جدا للعيبه النادي الاهلي ان هم يحققوا السوبر. التشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه ده امر مهم ومطلوب جدا، ولعبتنا لو طبعا كالعاده روح الفانيله الحمراء وشخصيه البطل ده الهدف كان لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون الاحتفال في برج العرب بالنسبه للسوبر يكون رقم 11 لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. طيب كريم، اللاعبين معنويا نفسيا جاهزين لهذه المباراه بأنهي شكل؟ انت كنت قريب منهم جدا، انت اللي شايف وشوش اللعيبه، اشرح لنا. اقدر اقول لك من خلال التدريبات اللي فاتت يمكن من خلال مداخلات كمان الجديه والحماس هي سمه التدريبات والتحذيرات اللي كانوا كنا من كابتن سامي قمصان كابتن سيد مستر ريني فايرل، لان كل واحد فيه منافسه كبيره جدا وشرسه جدا، محمود متولي ياسر ابراهيم رامي ربيعه منافسه قويه جدا، شريف اكرامي مع الشناوي، يعني عدد كبير من اللعيبه كان نفس داخل الملعب، نقدر نقول حاجه مصممه للجماهير ان اي حد يقدر انه مدير فني يختار يكون متواجد في ال 11 المطلوب،
لان الكل بيجتهد والكل مركز، حاله اللعيبه المعنويه مرتفعه، عندهم هدف وعندهم تركيز كبير جدا. الفصل تام، ودي الحاجه الكويسه والحاجه المهمه اللي بيقوم بيها كابتن سيد عبد الحفيظ قعدته، كل الامور الخارجه عن المستطيل الاخضر كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن حسام عاشور اللعيبه الكبار فصل مستوى بشكل عارف ان في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله تفرح جمهور النادي الاهلي نجتهد فيهم بشكل كبير، والتوفيق ان شاء الله يكون معانا باذن الله في هذه المباراه. ازارو مسافر مع الفريق ولا موجود في القاهره يا كريم؟ النهارده ازارو كان اتدرب لوحده يا امير، يعني قبل المران المستبعدين كان وليد ازارو بيتدرب لوحده وموضع له طبعا برنامج، يعني ممكن من اسبوع ل 10 ايام يكون وليد ازارو عائد من جديد. من يعني من المتوقع ومن الواضح يا امير ان وليد ازارو بشكل كبير جدا يكون متواجد مؤازر في فرقه النادي الاهلي بالنسبه لمباراه الغد، لكن يعني معلومه مؤكده مش قادر اكد لك، لكن من الواضح ومن المؤكد ان خلال معرفه وليد ازارو انه أو خارج القائمة، لكن يكون متواجد إن شاء الله بإذن النادي الأهلي من المدرجة. طيب يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز المتألق كالعادة كريم أحمد مراسل قناة الأهلي.